أكبر إفطار جماعي بيشهده حي المطرية، بيصل فيه عدد الضيوف السنة دي لأكثر من 10,000 شخص من مختلف الأسر ومن مختلف المناطق في القاهرة، بتتقابل في الوجوه مرة تانية وسط أجواء يسودها المحبة والفرحة بين كل الناس. والله المائدة زي ما أنت عارف شايف كده، إحنا كنا محضرينها بقالنا من أكثر من شهر، ومحضرين إن شاء الله النهاردة أكثر من 10,000 فرد إن شاء الله يفطروا عندنا إن شاء الله النهاردة، ينورونا في المطرية. وزي ما حضرتك شايف الاجواء كده، احنا الاختلاف السنه دي كمان اللي احنا عاملين رسومات على الحيطه ومبيضين، عاملين شوارع جديده اضفناها الحمد لله، يعني دي اضافه كويسه لينا، بنستقبل ناس كتير في العزومه هنا، مش فرد واحد، كلنا واحد هنا كمان شغالين، كلنا واحد اسره واحده شغالين. هو اليوم دوت احنا بنستناه من السنه للسنه، ده بالنسبه لنا يوم عيد، بنقعد نجهز له مثلا من قبلها بشهر ونص بشهرين عشان نشوف اليوم اللي حضرتك شايفه ده، كان من اكل كشرب كا 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 كتجهيز كبلالين ككل حاجه بتاخد قبلها فتره كبيره، فعشان يطلع باليوم اللي حضرتك شايفه ده كده. يوم عالمي الله اكبر عليه، انا بنت المطريه وبنت المنطقه، الحمد لله الحمد لله، ربنا يزيدنا من نعيم الله.